ازيك يا صاحبي؟ ايه الاخبار؟ جاهز نبدا العظمه بتاعت النهارده؟ يلا بينا. قصه فيلم النهارده بتدور حوالين لاعب كمال اجسام خجول، عنده 38 سنه، اسمه دينيس بيترس. وعلى الرغم من جسمه الضخم، لان دينيس بيكون عمره ما صاحب قبل كده، وعايش مع امه العجوزه انجريد في بلد صغيره على طريق كوبنهاجن. في يوم دينيس بيخرج مع واحده من الجيم اللي هو بيروحه، وهما بيتعرفوا على بعض. بيقول لها انه غير انه لاعب كمال اجسام محترف، فهو كمان بيشتغل بواب. في الوقت نفسه بتقول البنت انها شغاله في صالون التسمير اللي جنب الشاطئ. بعدها بتحاول تعاكسه بانها تلفت انتباهه لفستانها، بس هو مش بيكون مهتم خالص. ولما بتفضل تحاول بيتحرك جدا، ويبدا يكلمها عن السلسله اللي هي لابساها، وده اللي بيضايق البنت منه. وبعدها بيروحوا. بعد ما دينيس بيرجع البيت بيحاول بهدوء يتسحب لاوضته، بس وقتها امه انجريت المتسلطه بتواجهه وبتفضل تحقق معاه كنت فين، وبتزعله ان هو ما قالهاش على الخطط بتاعت بالليل. والغريب انه بدل ما يقولها الحقيقه، لا، دينيس بيفبرك حوار جديد خالص، وبيقول لها انه كان في السينما مع صحاب الولاد اللي في الجيم. بيكون واضح جدا ان انجريد متسلطه وبتحب ابنها حب امتلاك، وده اللي بيوضح ليه دينيس مش عارف يرتبط باي بنت لحد دلوقتي. براحه يا حاج على الواد، يعني ده ابنك برضه مش كده. تاني يوم الام وابنها بيكونوا بيجهزوا عشان يروحوا يزوروا قرايبهم. وقتها بيبان قد ايه انجريد ودينيس ابن امه بصحيح مرتبطين ببعض، لما الاتنين بيستخدموا نفس الحمام في نفس الوقت. بعدها لما بيوصلوا المكان اللي كانوا رايحينه، بنعرف وقتها ان خال دينيس بينت لسه متجوز جديد من واحدة قد بنته اسمها إيوي من تايلاند. دينيس بيكون فرحان لخاله، بس من جواه بيكون حاسس باليأس من حالته هو. تاني يوم دينيس بيقابل البنت اللي كان خارج معاها، وبيحاول يكلمها بس هي بتتجاهله وبتعدي جنبه من غير ما ترد عليه. بعدها في نفس اليوم دينيس بيروح يزور خاله بينت، وبيساعده انه يظبط الجنه بتاعته. وبعدها الاتنين بيقعدوا يشربوا سوا ويتكلموا. بنت بيكون عارف ان حياه دينيس العاطفيه فاشله، فبينصحه انه يروح رحله لتايلاند، وبيديله مجله رحلات، وبيقول له ان تايلاند بلد جميله وفيها بنات لطيفه، وبيغمز له كده كده. دينيس بتعجبه الفكره فعلا، فبيفضل طول الليل يبحث عن تايلاند ويعرف معلومات عنها اكتر. ولما بيجمع عنها شويه معلومات حلوين بيقرر انه يسافر في رحله لمده اسبوع. تاني يوم دينيس بيروح للبنت اللي كان خارج معاها قبل كده من الجيم، وبينتقم منها على قلة ذوقها، وبيقول لها إنها مش ذوقه وإنها مش عاجباه أصلاً. بعدها على العشاء دينيس بيقول لأمه عن نيته في إنه يطلع رحلة، بس بيكذب عليها، وبيقول لها إنه رايح رحلة لألمانيا عشان يشترك في مسابقة لكمال الأجسام هناك، لأن إنجريد الكلام مش بيعجبها، وبتقوم من العشاء وهي متعصبة. الكام يوم اللي بعد كده بتفضل إنجريد متجاهلاه، ومش بتقوم حتى تشوف دينيس قبل ما يسافر. المشهد اللي بعده بنشوف دينيس وهو في المطار، وبعدها بيوصل لمدينه باتيا في تايلاند. ولما بيجي يحجز اوضه في الفندق بيتفاجئ لما البنت بتاعت الريسبشن بتطلب منه انه يدفع فلوس زياده كمقدم عشان البنات اللي غالبا هيرجعوا معاه لاوضته في الفندق زي اغلب سياح اوروبا. دينيس بيتحرج جدا وقتها، وبيقول لها انه مش هيجيب اي بنات اصلا لاوضته في الفندق. بعدها بيروح يقابل سكوت صاحب بنت. سكوت بيكون راجل امريكي في منتصف العمر، واللي بيكون بيدير بار مع مراته التايلانديه. بيحكي له وقتها ان هو اللي عرف بينت على مراته، وبعدها بيبدا يرجع لشغله الاساسي، وبيسال دينيس على شكل البنات اللي هو بيدور عليها ومواصفاتهم بالظبط. ساعتها دينيس بيرتبك وبيرد عليه وبيقول له انه بيدور على اي حد سنه مناسب. وقتها سكوت بيسكت كده شويه، هو سكوت فبيسكت شويه، وبيبص له بيقول له هوعدك اني الاقي لك البنت جميله ويكون كويسه يعني، وبيقول له عدى علينا كمان يومين. هو قال له كده بالظبط، عدى علينا كمان يومين. وفي طريقه للفندق دينيس بيعدي على محل بدل عشان يطلب بدله متفصله مخصوص على مقاسه. بعدها بيحاول يتصل بامه اللي ما بترضاش برضه ترد عليه، دي انت وليه جحده، وده اللي بيخليه محبط جدا وحزين. يومها بالليل دينيس بيلبس البدله بتاعته الجديده في اوضته في الفندق، وبيروح لبار سكوت وهو متفائل. وهناك بيقابل رجاله كبيره في السن من دول اوروبيه، وبيكون جنبهم بنات اصغر منهم في السن من تايلاند. سكوت وقتها بيعرف دينيس على بنت شابه اسمها فوت، واللي بكتشف انها بنت رغايه جدا، واللي بتبدا فورا تاخد على دينيس، وبتقول له ان عضلاتك شكلها حلو، وبتطلب منه يوريها لها. وريها لها يا عسل، وريها لها. وعلى الرغم ان طلبها بيكون بسيط جدا، الا ان دينيس اللي بيكون عايش طول حياته انطوائي بيتحرج جدا، وبيسيبها وبيروح يغسل وشه. بس بيتفاجئ لما فوت بتروح وراه الحماه وبتحاول تغريه. في الاخر دينيس بيستسلم لمحاولاتها وبياخدها معاه اوضته اللي في الفندق. وهناك للاسف فوت بتطلب منه بشكل واضح فلوس مقابل انها تبقى معاه. وساعتها دينيس بيعرف انها فتاه ليل، وبيتعصب جدا وبيخليها تمشي. انا تعمل فيها كده، انا تعمل فيها كده وتجيب لي فتاه ليل، انا اللي كنت فاكرك صاحب خيالي. تاني يوم دينيس بيستكشف المدينه لوحده، وبيروح الجيم قريب من الفندق اللي بتكون صاحبته واحده اسمها توي،
وهو بيتمرن بيتعرف على بروب اللي بيكون مدرب في الجيم. الاتنين بيبدأوا يتكلموا سوا لما فجأة بروب بيتعرف على دينيس من مجلة كمال أجسام وبيمدحه بيقول له إن عضلات ظهره ممتازة. دينيس بيتبسط من كلامه وأخيرا بيحس إنه مرتاح شوية في الكلام لأول مرة من وقت ما وصل تايلاند. وقبل ما يمشوا بروب بيعزمه على عشاء مع صاحبه يومها بالليل، بس دينيس بيرفض بطريقة لطيفة وبيرجع تاني لبار سكوت. بعدها سكوت بيعرف دينيس على بنت تانية وهي كمان بتبدأ تعاكسه بطريقة رخيصة، وزي المتوقع بطلنا الضخم ما بيكونش مرتاح فبيسيبها ويروح لبروب، وهناك بيقابل توي صاحبة الجيم تاني. الاتنين بيبدأوا يتكلموا سوا، ووقت ما بيبدأ يتكلم عن حبه لكمال أجسام خجل دينيس وانطوائيته بيختفوا. توي وقتها بتبدأ تحكي له إنها ورثت الجيم ده من جوزها اللي مات من 5 سنين، ولما دينيس بيقول لها إنه عمره ما اتجوز بتقول له إنه راجل لطيف وأكيد هيلاقي البنت اللي تحبه. وعلى مدار الكام يوم اللي بعد كده الاتنين بتتطور بينهم صداقة. توي بتاخد دينيس لجولة في المدينة وكمان بتعلمه ازاي يركب سكوتر، وفي يوم وهم على البحر دينيس بيحاول يقرب منها بس هي بتبعده، ولانه بيتحرك بيعتذر لها وبيمشي، بس وقتها مش بيعرف يشغل السكوتر بتاعه فتوي بتعرض عليه انها توصله الفندق بتاعه. ولما بيجي دينيس يمشي توي بتقوله انها بعدت عنه على البحر لانه ممنوع حد يبوس حد في مكان عام، وبعدها بتعزمه عندها في البيت على العشاء. وهناك الاتنين بيبداوا يقربوا من بعض اكتر، ودي بتكون اول مره دينيس يقرب من واحده للدرجه دي. بعدها توي بتغير هدومها وبترجع تاني لدينيس اللي ساعتها بترجع شخصيته الخجولة تسيطر عليه وبيسيبها ويمشي. بس وهو ماشي فجأة بيكتشف ان توي هي اول بنت في حياته يحس انه متعلق بيها، فبيرجع وبيعترف لها بمشاعره وبيقول لها ان هو بيحبها. بعدها بشوية الاتنين بيناموا سوا من غير ما يحصل بينهم اي حاجة محترمة. ده دينيس بيرجع دينيس بعدها الدنمارك وعنده خطط جديدة للمستقبل. وقتها انجريد بتكون مبسوطة برجوعه وبتلاحظ ان لونه بقى اسمر، بس ساعتها دينيس بيكذب عليها وبيقول لها انه راح لصالون تسمير في المانيا. وبعد ما بيفضي شنطه بيروح يدور على شقة وبيختار واحدة، وأخيرا بيقرر إنه يعترف لأمه بكل حاجة. في المشهد اللي بعده بنشوف دينيس لما بيروح يقعد جنب أمه وبيعترف لها إن في الحقيقة راح تايلاند بناء على نصيحة بينت، وبيحكي لها كمان عن توي وبيتأسف لها إنه كذب عليها. وزي ما هو متوقع ده بيعصب إنجريد جدا وبتطرده من البيت، بس تاني يوم بتتصل بيه وتطلب منه يرجع وبتقعد عشان تتكلم معاه. إنجريد بتسأله وقتها عمل حاجة مع توي ولا لأ، بس ساعتها دينيس بيصدمها لما بيقول لها إن دي حاجة ما تخصهاش. لما بتسمع منه الكلام ده إنجريد بتتهمه إن كان بيعمل سياحة جنسية، وبتقوله إن أنت مقرف، وبتقوله إنه خيب أملها لما كذب عليها ودخل في علاقات مع فتيات ليل، بس بتكون موافقة إنها تسامحه بس بشرط إنه ينفصل عن توي. دينيس بيوافق بس بيكون مخطط في السر إنه يجيب توي تعيش معاه في الدنمارك على طول. بيروح يستقبلها في المطار بورد وبياخدها للشقة اللي هو مأجرها. توي بتتفاجئ لأنه كان قايل لها إنه عايش في بيت في ضواحي مع أمه. دينيس بيكذب عليها وبيقولها ان دي حاجه مؤقته وبيغير الموضوع، وبيلبسها سلسله جديده كهديه ترحيب. بعدها دينيس بيقول لتوي ان امه محجوزه في المستشفى لانها عندها مشاكل في القلب، فهيروح يبات معاها في المستشفى النهارده، وبيقول لها كمان انه مش هيقدر يعرفها بامه حاليا بسبب حاله امه الصحيه والنفسيه. تاني يوم دينيس بياخد توي وبيروح المول عشان يشتري لها هدوم جديده. وقتها بتحصل الكارثه وبيشوف امه في نفس المول. دينيس وقتها بيحاول يهرب من المكان مع صاحبته، بس إنجريد في الآخر بتشوفه وهو بيسلم عليها بالعافية. توي بتروح هي كمان تسلم عليها، وطبعا إنجريد بتكون متفاجئة لما بتشوف دينيس مع بنت، ولأنه وقتها ما بيكونش عنده أي حل تاني بيقدم توي لأمه بس بيكذب وبيقول لها إنها أخت مراد بيرت وجاية من تايلاند. ده بيهدي الموقف شوية، بس ساعتها توي بتسأل إنجريد عن صحتها، فالتانية وقتها بتكون ما بتكونش فاهمة في إيه وبتسألهم إيه اللي بيحصل. دينيس ما بيردش عليها وبيحاول يطلع من المول، بس إنجريد بتروح وراه بتقول له انه بيكذب عليها تاني، بس دينيس برضه ما بيردش وبيمشي. في اللحظه دي توي بتكون مصدومه من تصرفات إنجريد قلت الذوق، وبعدها بتساله لو هو مخبي عليها حاجه، وساعتها دينيس اخيرا بيشرح لها كل حاجه وهما في العربيه قبل ما يوصلها للشقه. ولما بيرجع البيت بيلاقي امه قاعده عند الشباك وديها متعوره. بعدها بيروح اوضته اللي بيلاقيها متدمره بالكامل. بعدها دينيس بيكون مجبر يتكلم مع إنجريد اللي وقتها تتهمه انه زيه زي ابوه بالظبط. بنكتشف وقتها ان ابو دينيس ساب إنجريد عشان واحده تانية من قبل حتى ما هو يتولد. بعدها بتساله امتى هيرجع توي تاني لتايلاند، بس وقتها بيقول لها بشكل جدي جدا ان توي مش هتمشي وان هيروح يعيش معاها، ولما مفيش حاجه بتجيب معاه نتيجه إنجريد بتحاول تبتزه عاطفيا، بس دينيس بيقول لها تبطل هي بتعمله. وبعدها بيقول لها انه واخد قراره انه يبقى مستقل بحياته وتبقى شخصيته قويه. وبعد ما بيخلص كلامه بيربط لها ايديها المجروحه وبيروح يلم حاجته عشان يمشي. دينيس بعدها بيحضن امه وبيودعها، بس ساعتها بتتحايل عليه تاني انه ما يمشيش، لكنه بيسيبها وبيقول لها
انهم هيتقابلوا تاني قريب. الفيلم بيخلص لما دينيس بيركب عربيته مع توي، واخيرا بيروحوا سوا على بيتهم الجديد. وبيخلص فيلمنا النهارده، واشوفكم في العظمه الجايه. وكنت اتمنى ان هما حياتهم كانت تبقى افضل، ولكن هنعمل ايه، هي دي الدراما. سلام يا صاحبي.